صالح الى احمد الخليفي، هذه ربيعة التماس وصلت على الجهة اليمين، تسديد ابراهيم جول يا جلال حسن. هذه عرضية وصلت الى اللاعب بالرقم 10 اللاعب جميل الحميدي. هل هنالك نعم انتهى الشوط الاول ام لا؟ بعد دقيقتان هي الهجمة لمسمى ضرغام، وصلت الكرة الآن على الدياعاني، ها هي المتعة. اهدأ يا أيمن، اهدأ يا أيمن، الجماهير تنتظر منك الكثير. وصلت الكرة الآن إلى حسين علي، أبو علي، أبو علي، الله يا عراق يا عراق، ها هو النورس، ها هو يطير على الجهة اليمين. يا علي يا جلال، يا علي يا قائد، والله كان صلاح والسيد جلال، سيد جلال، هدف لمنتخبنا الوطني العراقي. أمجد عطوان، هذه عرضية، عرضية، الله! أمجد عطوان صاحب الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني العراقي، هذه تسديدة وهدف أملاك.